بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. السلام عليكم، أهلا بكم معنا في قناة بسمة الحلويات. جيتكم اليوم بوصفة جديدة وهي طمينة اللوز. بعتها لكم الطريقة التقليدية وطريقة جديدة إن شاء الله. نروحوا للمقادير. نحتاج 3 كيلات لوز مقشر وملح ناعم، نحتاج 1 كيلو سكر حرش، ونحتاج 1/4 كيلو زبدة، ونصف كيلو مور، ونصف الكيلو حليب، ونحتاج السكر الناعم للتزيين. نروحوا لطريقة التحضير. بسم الله، نحطو اللوز 3 كيلات مقببة معمرين، 6 كيلات مقببة وحدة، حطو 3 كيلات مقببة من اللوز، ثلاث كيلات ونحطو كيلة سكر حرش ممسوحة، الكيلة السكر تجي ممسوحة. ثلاث كيلات لوز مقبة وكيلة سكر حرش، خلطو هادو مع بعضهم، خلطوهم مع بعضهم مليح. بعد ما نخلطو اللوز والسكر مع بعضه نخليوه جانب، ونحطو الزبدة كما قلت لكم 1/4 كيلو تاع الزبدة، ونزيدو معاها 1/2 كيلة اللي كينا بها نص حليب. هاي الكيلة اللي كينا بها اللوز ولا ونزيدو 1/2 كيلة ورد، ماء ورد الكيلة اللي كينا بها. ترك هذا الزبدة والورد والحليب، نحطهم فوق نار حتى يذوبوا لنا، نحطهم فوق النار كما تلاحظوا هكذا حتى تذوب لنا الزبده هذه. خلاص، بعد ما تذوب لنا الزبده مع الورد والحليب، نحطوا عليهم هذاك اللوز والسكر اللي خلطنا مع بعضاهم، وهي فوق النار هادئة، النار تكون هادئة. فرغوا الإناء اللي نطيبوا فيه يكون ثقيل، هكذا على نار هادئة، ونخلطوا. نبقاو نخلطو حتى يندمجو مع بعضاهم بكل، نخلطو على نار هادية، الإناء يكون ثقيل، ونخلطو مليح، ومنحيوش يدنا منها كي تعود فوق النار. إلا بغا النار هادية قعدو خلطو باش متلسكمش من تحت، غلطو حتى نعودو نشوفوها ما تلصقش في الإناء، في الجوانب تاع الإناء. إلا
لازم يدك ما تنحيهش منها. هادو نحركوها هكذا حتى تعود ما تلصقناش في الجوانب، تعود كي دير لها هك تطيرها من الاناء. دوري هكا مليح، ها هاي بدات معانا تطابت، تشبه تعرفي العلامه باللي هي طابت. دوري هكا تلقاها طايره منحيه من تتنحى من الاناء، ها تتهز وحديها من الاناء. هذيك يعني علامه باللي هذا باللي نضجت. هاي طابت معانا، هاي طابت تعود كتنحى من الاناء وحديها، ها كما تشاهدوا تعود كتزاك تنحى من قاع تاع الاناء، تولي تدهني بشويه زبده، تدهني الطابله تاعك شويه برك زبده ما تكثريش، وفرغيها تما حتى تبرد راه تتلم لك تعود من المومة. ها هكذا تفرغيها، تحكمي فوق الطاولة بعدا، طاولة ولا صينية ترشيها بالسكر الناعم، ترشي هذيك الطاولة تاعك بالسكر الناعم، خلي هادي هكا تحكم روحها تبرد، تعود تقدر ديرها بيدك وتحطيها فوق السكر الناعم هاديك وتطرحي، هي سخونة دافية هكداك تقدري تحملي يدك تطر، تبداي تطرحي ونزيدو نرشو فوقها السكر الرطب فوقها ونطرحو هكدا، نعدلوها مليح. العلو تاعها الحجم تاعها الحلو تاعها هذا هنا من يكون 2 سنتيمتر، تغطيوها بالسكر مليح، تملسوها مليح، تقدوها هكذا ما تخافوهاش، تخليوها تبات ليله كامله وهي هكذا، وغدوه من داك الساعه تقصيها. هاي طمين اللوز تاعنا واجده، نتمنى لكم التوفيق في الانجاز تاعها، ما تنساوش الاشتراك في القناة تاعنا. السلام عليكم ورحمة الله.